في هذا الفيديو ستشاهد مقارنة بين مواصفات هاتف الآيفون 16 برو ماكس وهاتف Honor Magic 6 برو. هاتف الآيفون يكون أنحف من هاتف Honor. حجم شاشة الآيفون أكبر وتكون بدقة أعلى وعدد بكسلات أكثر لكن بنسبة قليلة، وتدعم تقنية HDR10 وميزة الشاشة الدائمة. أما شاشة Honor تكون بإضاءة أعلى كما تدعم ألوان أكثر. نظام أندرويد 14 مع Honor ونظام iOS 18 مع الآيفون. ذاكرة التخزين متشابهة الحجم بين الهاتفين، ويتميز هاتف Honor بدعم رام بحجم أكبر، وكلاهما لا يدعمان تركيب بطاقة الذاكرة الخارجية. بالانتقال إلى الأداء، يأتي هاتف الآيفون بمعالج أفضل. كلا الهاتفين يدعمان ماسح الوجه، ويتميز هاتف Honor بدعم بصمة الإصبع. هاتف Honor يحمل بطارية أكبر ويكون أسرع شحنا سلكيا ولاسلكيا وعكسيا. هاتف الآيفون بيكون أفضل في مقاومة الماء.
يتميز الآيفون بدعم إصدار USB أحدث، أما هاتف أونر يتميز بدعم تقنية الصوت APTX HD.